محدش فينا ينسى مشهد الشاويش وهو واقف على الباب بيكلم سيدة بطلة فيلم نحن لا نزرع الشوك، وبيقول لها معانا امر من المحكمة واجب النفاذ، جوزك المدعو عباس البرعي جاب امر من المحكمة انك ناشز واخد عليكي حكم بالذهاب لبيت الطاعة. ومن ساعة المشهد ده والدنيا كلها ربطت مفهوم بيت الطاعة بانه سلاح الراجل ضد مراته لو حب يكسرها او يفرض عضلاته عليها. ومن وقت عرض الفيلم سنة 70 طلعت حملات كتير عشان تفهم الناس حقيقة الموضوع دينيا وقانونيا، لغاية ما حصلت حاجة اول مرة نشوفها، زوجة بتطلب زوجها في بيت الطاعة. لا ومش كده وبس، كمان بترفع عليه قضية نشوز. طبعا الموضوع في ثانية بقى ترند وتحول لعركة على السوشيال ميديا، ده يقولك حقها ما انت ما تعرفش اللي عملوا فيها، وواحد تاني يقولك ازاي هي القيامة قامت ولا ايه. بس بصراحة مش ده المفروض اللي نركز فيه، يعني لو قريت مشكلة الست دي هتلاقيها بتقول انه طردها من بيتها وشهر بيها في شغلها وحرمها من ولادها لما قرر ياخد الولدين ويسيب البنتين. بذمتك بقى المفروض نشغل بالنا ان انذار الست لجوزها قانوني ولا لا، ولا انه خد منها الولدين وساب لها البنتين؟ انت متخيل تأثير الحركة دي على 4 أطفال؟ 2 اتحرموا من حضن مامتهم و2 اتطردوا من بيت باباهم. تفتكر نتيجة الخلافات دي ايه؟ غالبا هتكون الطلاق. يجي بقى ترند تاني ويقول لك الست ما ينفعش تطبخ والراجل لا، نكتب قايمه ولا ما نكتبش، الست ملزمه برضاعه ولادها ولا لا، الشغل اهم للست ولا البيت. فجاه تلاقي الدنيا كلها هيجت مع حبه جدال وخلافات مالهمش اخر. طب ده تفتكر نتيجته ايه؟ غالبا برضه هتكون الطلاق. حالات زي دي وغيرها هي اللي بتخلينا مش متفاجئين من ارقام الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. لك ان تعلم يا عزيزي ان مصر في 2021 حصل فيها اكتر من 250,000 حاله طلاق، وده اكتر من السنه اللي قبلها ب 14%. ربنا يستر على اللي جاي. والله خلصت العبارة، أنا نفسي أفهم إحنا ليه بنتعامل مع الجواز على إنه حرب. الجواز ده اتعمل عشان يكون مبني على المودة والرحمة والعشرة بالمعروف، أصل أكيد الناس مش بتتجوز عشان يبهدلوا نفسهم وعيالهم في المحاكم. عشان كده أكتر حاجة لازم تشغل دماغك بيها مش العفش والقايمة وشهر العسل، لا اشغل نفسك بكلمتين بالعدد: حسن الاختيار.